الآن للزميلة حكمة عبد الحميد وموجز لأهم وآخر الأنباء، إليك حكمة. شكرا لك يوسف، وهذه هي الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. ويستمر التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأدلى حازم عمر بصوته بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري. وأدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إقبالا متزايدا على التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية في أحياء المحافظة. هذا وأدلت السيدة انتصار السيسي قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول آخر مستجدات سير العمليات الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عبر الفيديو كونفرنس سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان في مختلف المحافظات. أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود إقبال كثيف في مختلف لجان الاقتراع بجميع المحافظات من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاء احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين. وذكرت الهيئة أن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية تمضي بانتظام في مختلف لجان الاقتراع، ذلك من واقع
تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة كافة ولجان المتابعة ولجان الاقتراع الفرعية. تتابع غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية من خلال فريق عمل يرصد على أرض الواقع العملية الانتخابية، ويبلغ نحو 20,000 متابع من أعضاء التنسيقية ومتطوعين للرصد والمتابعة والتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية كافة. وأعلنت التنسيقية رصد متابعيها كثافة الإقبال في معظم المحافظات على مستوى الجمهورية وانتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات تؤثر على سير عملية التصويت. تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالشكر والتقدير للشعب المصري على المشهد الديمقراطي والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصر. وأشار بيان التحالف إلى أن الشعب المصري أكد أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأي، وأن نزول الشباب والمرأة وذوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعي وحب الوطن. وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومي وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم. انطلقت أعمال ائتلاف نزاهة دولية لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، قد انتشروا ميدانيا في 10 محافظات، ذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف لرصد ومتابعة سير العمليات الانتخابية. وقد شهد متابعو الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة برايل لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليست حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. ودعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. We'll be right back.
أدلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع في مدرسة الشهيد ملازم أحمد عبد الوهاب بالمعادي. وعقب الإدلاء بصوته أكد رئيس مجلس الشيوخ أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المشاركة تسهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية. وقال رئيس مجلس الشيوخ إن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، وأن انتخاب رئيس للبلاد هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور. أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن كافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم. وخلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية بمقر لجنة الانتخابية، أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الإجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة، وإتاحة الفرصة أمام كافة المواطنين للإدلاء بأصوات لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن. وأدلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة. تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة، كما تؤكد أنها تقوم بتغطية العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع، ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية، ذلك بغرض توصيل الصورة إلى المشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح والأقرب إلى كل ما يدور على الأرض فعليا من كافة ربوع مصر. وقد رصدت غرفة المتابعة أخبار مغلوطة عن منع بث أو منع أخبار بعينها، سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة. وبناء عليه تنفي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأخبار المغلوطة، لتؤكد على ما انتهجته الشركة في كل محفل مهم تمر به البلاد، وهو الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتسق مع القواعد
قواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور والقوانين المختلفة، والتي يشرف على أدائها الجهاز التنظيمي متمثلا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتؤكد الشركة أنها ستلاحق أي جهة أو موقع أو وسيلة تنشر أخبار غير حقيقية بغرض بلبلة الرأي العام واضطراب الأمن العام، ذلك من خلال الوسائل الرسمية لذلك. هذا وتعتز الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بمتابعة المواطنين داخل وخارج مصر لما تقدمه قنواتها الإعلامية، وتؤكد استمرارها في أداء واجبها الإعلامي بالاحتراف المطلوب ووفقا للقواعد المنظمة للعمل. انتهت الثالثة ولكن التغطية مستمرة، وعودة إلى زميلي يوسف عبدين. شكرا لك حكمة.